يعني تقدر تقول كده زي ما الامريكان بيقولوا ماني توكس. هتلاقي انه الاسماء الانديه الاكثر انفاقا اللي حضرتك لسه شايفهم على الشاشه مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام والارسنال، هي الانديه دايما اللي في مشهد الصداره، وهي الانديه اللي بتحقق معظم البطولات في السنوات الاخيره. لكن هي ازاي بتصرف وازاي بتستفيد فنيا وماديا من اوجه الصرف دي؟ ده يمكن يكون واحد من محاور كلامنا النهارده. زي ما وعدتكم، اوكلاند سيتي اللي بيستعد بمعسكر في كاتالونيا في اسبانيا، وبيخوض خلال المعسكر ده او خاض بالفعل مباراتين، وتبقى ليه مباراه اخيره امام بارسا اتلتيك بكره ان شاء الله، هنتكلم عليه بالتفصيل النهارده ونحاول نقدم لحضراتكم مقدمه. الملف بتاع كاس العالم اتفتح في السادسه، ومش هنقف باذن الله ان شاء الله لغايه لما نوصل لمواجهه ريال مدريد، وبعد كده يبقى لينا كلام تاني. خلينا بس بدايه طبعا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، احمد مصطفى وبلال محسن محللي الكره العالميه، بيشرفونا النهارده في السادسه. احمد مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء النور يا احمد، دايما مبسوط انا معاك، وبيبقى الحلقه دايما بتبقى ممتعه وجميله. منورين الدنيا وجايين في اجواء احتفاليه، والاهلاويه فرحانين ومتصدرين ومنتشيين بسلسله لا هزيمه، وطبعا اخرها الفوز على الزمالك، على سموحه ثم الزمالك في الدوري، وبعد كده البنك الاهلي. بلال بس بدايه نرحب بيك. اهلا طبعا بحضرتك، واهلا بكل الساده المشاهدين، وسعيد ان انا مع حضرتك النهارده ومع احمد طبعا. والف مبروك للنادي الاهلي الفوز بديربي القاهره، يعني واحد من اعظم الدربيات على مستوى العالم. وان شاء الله زي ما قلنا مكسب يجيب مكسب، الحمد لله احنا ماشيين كويس، وان شاء الله بقى تكمل الفرحه في كاس العالم للانديه باذن الله ان شاء الله. بس خليني برضو يعني ادي الفضل لاهله وارجع الفضل لاهله، لانه احنا حلقه اخر حلقه السادسه كانت قبل مباراه القمه، كان معانا بلال واحمد هنا في الاستوديو، اتكلمنا على مباراه الاهلي والزمالك، وكتير من الافكار والحاجات اللي احنا قلناها واللي توقعنا ان مستر مارسيل كولر يعني يبني خطته عليها في مواجهه الزمالك، الحقيقه احمد وبلال توقعوها واتكلموا فيها في المباراه. طب خلينا يعني بما ان ابتدينا اهلي وزمالك مفيش مانع بقى، طب يعني ناجل كاس العالم شويه وتقولوا لي رايكم. احمد ابتدي مع احمد، رايك في مباراه القمه ورايك في النتيجه والاداء اللي عمله النادي الاهلي. طبعا مكسب مهم جدا ومكسب كبير، ومكسب كان ممتع كمان لجماهير النادي الاهلي، لان ليه طعم مختلف، غير ان هو طبعا يعني زود الفرق ما بين نادي الزمالك وزود الفرق بين حتى المركز الثاني. لكن شفنا ان مستر كولر فاجئ الجميع ببدايته بكهرباء، يعني في مباراة القمة وفي وقت حتى بعد غياب، هو عمل كده في مباراة سموحة بعد التألق الكبير. لكن انت برضو دي ميزة انا بشوفها في مستر كولر مهمة جدا، ان هو فاجئنا مش بكهرباء بس، فاجئنا كمان بخالد عبد الفتاح ان هو بيلعب في مركز غير مركزه في مباراة كبيرة. ودي من اهم مميزات مستر كولر، ان هو جريء، دي تحسب له مدرب جريء ما بيخافش، يعني بيقدر اي لعيب بيفكر ان هو عايز يلعبه في مركز معين في مباراة كبيرة مباراة صغيرة هو بيجازف وبيلعب بيه عادي جدا وبيديله الثقة. وده شفناه مع خالد عبد الفتاح، حتى شفناه في مباراة امبارح مع مباراة البنك الاهلي كان برضو بيلعب في مركز ثاني او لعب في مركزين تقريبا. في مباراة القمة اعتقد ان مكسب النادي الاهلي مكسب كان كبير، النادي الاهلي قدم مباراة كبيرة جدا، شفنا فيها اداء مهم جدا، وشفنا ان كهربا تألق وكان سبب كبير جدا، ومجازفته مستر كولر كانت في محلها، فاعتقد ان طعمه مختلف جدا مكسب مباراه القمه، وبالتوفيق ان شاء الله. انا الحقيقه بشوف انه الراجل رغم انه الفتره لسه مش كبيره قوي، والحقيقه انا بحب التجربه تبقى مكتمله عشان اقدر اقيم، لكن الحقيقه شايف انه الراجل بقى ليه بصمات وقدر يعني يوصل للعيب او يطور على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لكن انا اكتر حاجه بحسبها لكولر، غير انه طور يعني في لعيبه ظهرت معاه بشكل انا ما شفتهاش قبل كده وبسرعه شديده جدا، لكن انا بشوف انه احسن حاجه عملها في كوره الاهلي كتيم يعني انه حرر لعيبه نص الملعب. النهارده بقينا نشوف ادوار هجوميه لعيبه نص الملعب، كان السوليه، كان حمدي فتحي، كان ديانج، كان حتى مروان عطيه، يعني اللي يشوف ماتش امبارح بص مروان مكمل لفين، وكان سبب اساسي في احراز الهدف. فبالتالي يمكن دي واحده من اهم الحاجات اللي عملها مارسيل كولر. يمكن هاخد من كلام حضرتك يا استاذ احمد في حته لاعبي خط الوسط. انا كنت طبعا بتفرج على المباراه في استاد القاهره، اللي حضرتك بتقوله دوت دي اول حاجه لفتت نظري، ان طلوع لاعبي النادي الاهلي كله كان على ارتكاز وسط الملعب. يعني ديانج قوه كبيره جدا ما شاء الله، يعني نمسك الخشب حاجه رائعه. ديانج لاعيبه خط الدفاع في المباراه دي ربيعه وخالد كانوا دايما بيدوروا على ديانج، لان حمدي كان واخد ادوار زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، ان حمدي بقى مع مارسيل كولر بقى بيكمل وبيلعب زي ما بيلعب كان كاسيميرو قبل رحيله من ريال مدريد. كنا كتير قوي بنشوف كاسيميرو جنب بنزيما في المناطق الاماميه، كان حتى البعض بيستغرب ان كاسيميرو ايه اللي موجود رقم 6 ايه اللي يجيبه يضغط قدام مع بنزيما، فده الدور اللي بيعمله دلوقتي حمدي فتحي. حمدي الثلاث اهداف هو اللي صنع الهدف الاول، بالظبط، وكان موجود في كره الهدف الثاني وكره الهدف الثالث، فدي الادوار
الجديده فعلا زي ما انت قلت كده اللي اداها الكولر والمسؤوليه بقى في الملعب للاعيبه خط الوسط حمدي وديانج. السوليه طبعا كان قبلهم ولكن ما لعبش المباراه عشان الاصابه. مروان عطيه لما دخل واتكلمنا عليه ان هو ادى برده الثقه لمروان في ماتش سموحه، قدر نزل في الوقت اللي نزل فيه وشارك فيه، ظهر بصوره كويسه جدا، طمنت الجميع طبعا ان وسط ملعب النادي الاهلي هي هتبقى نقطه القوه العظمى في فريق النادي الاهلي الفتره الجايه. في حاجتين بس عايز اقول عليهم في مارسيل كولر ايجابيين جدا عملهم في مباراه القمه: التحضير الذهني لمحمود عبد المنعم كهربا. احنا يمكن شفنا الهتافات واحنا توقعناها في الحلقه اللي فاتت ان جمهور الزمالك هيقابل كهربا بهتافات معاديه، اللاعب لم ينشغل تماما وحافظ على تركيزه لحد ما خد منه كولر اللي هو عايزه، الهدف احرز الهدف، فتح المباراه، فتح خطوط نادي الزمالك، قدر النادي الاهلي بعدها يتحكم في رتم اللقاء. تاني حاجه التحضير الذهني الجيد جدا لخالد عبد الفتاح القادم للنادي الاهلي في السن الصغيره، انه يلعب في مركز يمكن هو كان بداياته في سموحه لعب مساك، ولكن ولكن هو كان بعيد عن المشاركه كمساك بقاله فتره لعب باك يمين بالظبط. يمكن هو كولر قال في المؤتمر الصحفي ان هو ساله هل هتقدر تادي ولكن يحسب لكولر التحضير الذهني الجيد انه قدر يهيئ اللاعب نفسيا انه يدخل مباراه كبيره زي ديت في مركز جديد عليه او بقاله فتره ما بيشاركش فيه ويظهر بالصوره ديت. ماتش امبارح يعني بمبدا الغايه تبرر الوسيله، الاهلي عايز 3 بونت، لكن كتير من الناس ممكن كانت تشوفه على انه فرصه. طبعا ده هدف شريف امبارح، وواحد من مكاسب الماتش امبارح كمان انه شريف استمراره كمل على الثنائيه بتاعه الزمالك وسجل تاني. انا بيتهيألي الاثنين الماتشين دول هيدوا لشريف دفعه كبيره جدا في توقيت مهم قبل كاس العالم. لكن السؤال هنا، هل كان مطلوب من الفرقه انها تكسب اقل مجهود، ولا كان مطلوب انها تستغل الفرصه دي لتجربه الشكل والاداء والتشكيل اللي ممكن يكون هيلعب في كاس العالم؟ احمد، بص يا احمد، هو النادي الاهلي او اي مباراه بعد مكسب القمه بتبقى صعبه جدا جدا فبتبقى يعني افضل حاجه في السيناريوهات ديت ان انت تكسب. يعني 3 بونت مهم جدا بعد النشوه وبعد فرحه الانتصار مباراه الزمالك، وبعد ان انت بتكسب بتقدم مباراه كبيره، فان انت تكسب حتى لو الاداء ممكن ما يكونش على قد المستوى زي مباراه الزمالك، لكن مهم جدا المكسب. مهم ان كمان دي اخر مباراه قبل كاس العالم للانديه، تدي اللعيبه فرصه ان هي خلاص تفك الضغوط وتبقى في فرق كبير جدا في استداره الدوري. واعتقد ان مستر كولر قال فرق كبير جدا عن فيوتشر ولا فرق كبير جدا عن الزمالك؟ اعتقد ان لما بص طبعا عن نادي الزمالك نشوف ان هو المنافس حقيقي للنادي الاهلي مهما فيوتشر، يعني شايف ان فيوتشر وبيراميدز مش هيكملوا منافسه. يعني بيراميدز ممكن يكمل انما فيوتشر ما اعتقدش ان هو يكمل. لكن نادي الزمالك هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي جماهيريا وتاريخيا. مع الكلام ده لا، السيزون ده لا، انا مش تقليلا من نادي الزمالك، ولكن كحاله فنيه لفرق الدوري انا شايف ان بيراميدز مع باتشيكو هيبقى شخصيه مختلفه تماما. قادر ان هو منذ وصول الراجل لتولي قياده الفريق قادر يجمع نقاط، فاز على سموحه امبارح رغم النقص العددي في اسكندريه، فاز على غزل المحله. يعني يمكن التعادل الوحيد كان امام فيوتشر وبيراميدز يمكن هيبانوا اكتر لما يدخلوا في المعترك الافريقي، لان الاثنين طبعا بيقعوا في مجموعه واحده وهيخشوا في المنافسات الكونفدراليه مع الاهلي والزمالك، لان انا شايف ان المنافسه على الدوري هتبقى رباعيه. طيب خلينا نروح بقى لكاس العالم، نفتح نسيب بقى قصه الدوري شويه تمام، وبعد كده نفتح حاجه طمنا خلاص حاجه حلوه نفتح ملف كاس العالم، بس محاوله فاصل ونرجع نكمل مع ضيوفنا. خلينا افكركم في البدايه باجنده البطوله. المباراه الافتتاحيه هتكون ان شاء الله يوم واحد، يوم الاربعاء اللي جاي زي النهارده كده، بين الاهلي واوكلاند سيتي. الفائز من المباراه دي هيواجه سياتل ساوندرز بطل امريكا الشماليه، بطل الولايات المتحده الامريكيه. والفائز من المباراه الثانيه دي هيقابل ريال مدريد في الدور قبل النهائي. على الناحيه الثانيه هيكون طريق الهلال في مواجهه الهلال السعودي، في مواجهه الوداد المغربي، والفائز من المباراه هيتاهل لمواجهه فلامينجو بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي. والفائز من المباراتين طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى، في شيء بعيد على ربنا، وخصوصا انه الريال مش في افضل حالاته، معلش يا ابو حميد، الريال مش في افضل حالاته، كل شيء جايز، هيتاهل لمباراه نهائيه، وده طموح الاهلاويه الحقيقه، ان احنا نلعب لاول مره مباراه نهائيه. هل نقدر نعملها؟ نقدر نعملها. المغرب وصلت قبل نهائي كاس العالم على حساب بلجيكا والبرتغال واسبانيا، عتاوله كاس العالم، وبالتالي كل شيء جايز وكل شيء وارد. لكن تركيزنا كله وكل كلامنا في السادسة في الفترة اللي جاية هيكون على المواجهة الأولى بس، مواجهة أوكلاند سيتي. كيف يستطيع الأهلي تجاوز أوكلاند سيتي؟ عشان نعرف إزاي لازم نفهم مين هو المنافس اللي احنا هنواجهه. نروح لبلال وأحمد مرة تانية برحب بيكم في السادسة. تعالوا نتكلم شوية على أوكلاند سيتي، مش مواجهة أولى بين الأهلي في وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم،
الفرقتين بيعتبروا اكثر الفرق اللي شاركت في البطوله، اوكلاند برصيد 10 مشاركات والاهلي دي المشاركه الثامنه ليه. لكن في فوارق كبيره جدا بين نسخه اوكلاند اللي احنا لعبناها ونسخه اوكلاند اللي حققت الميداليه البرونزيه في البطوله سنه 2014 والنسخه اللي احنا هنواجهها. تعرف ايه عن اوكلاند سيتي؟ يمكن فريق اوكلاند سيتي طبعا بطل القاره داخل المسابقه المحليه، هو لعب 9 لقاءات السيزون دوت، فاز ب7 لقاءات وتعادل لقاء وخسر لقاء واحد، خسروا بنتيجه 3-2. يمكن اللقاء ده كان في شهر 10 يعني ما من فتره بعيده بقاله. اخر 4 مباريات اوكلاند سيتي دخل فيه هدفين بس وما خسرش ولا مباراه. طبعا بيقود الفريق المدرب يعني هو النيوزيلندي ومعاه الجنسيه الاسبانيه البرت ريرا، مدير فني واعد، عمل معسكر في اسبانيا، يمكن خاض مباراه وديه مع احد فرق الهواه في اسبانيا بيلعب في الدرجه السادسه وخسر بهدف مقابل لا شيء، خاض مباراه اخرى امام تشامبنج هيونداي الكوري وخسر برضو 1-0، ولكن المدير الفني طلع واشاد باللعيبه بتاعته ان هو استفاد جدا من طبعا اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشه وبلال بيتكلم. دي بيانات المدير الفني الاسباني، هو اسباني نيوزيلندي زي ما بلال قال، وحاصل على فكره بالمناسبه على الرخصه بالظبط اعلى رخصه تدريبيه. ويمكن دي بقى تاخدنا الحاجه ان رغم ان المنافسه في نيوزيلندا يعني تعتبر ضعيفه جدا بالمقارنه بالدوريات الكبيره زي الدوري المصري، يعتبر واحد من الدوريات القويه، ولكن ما فيش حد هنا مهتم ان هو يحصل على الرخصه التدريبيه ديت. الراجل ده طور من نفسه جدا وقدر يحصل على لايسنس ايه، طبعا حاجه كبيره جدا، وتقول ان هو عنده افكار تدريبيه كويسه. زي ما بقول لحضرتك خاض مباراتين وديتين خسر الاثنين، وعنده المباراه الاخيره امام السكند تيم بتاع برشلونه. شفت الهايلايتس بتاعه المباراه الثانيه بتاعته اللي هي مع جون بوك موتورز البطل كوريا الجنوبيه. تمام. خسر في اخر يعني في اخر دقائق المباراه 1-0 و1-0 طيب احمد تكلمنا طبعا عن بطولاته، يعني احنا دايما متعودين لما بنتكلم على نيوزيلندا والكره في نيوزيلندا مش يعني مش حاجه عظيمه قوي، لكن هو دايما اوكلاند سيتي هو اللي في صداره المشهد. هو بطولاته طبعا هو حقق 9 مرات بطوله الدوري، حقق 5 مرات بطوله الكاس، طبعا بطوله الدرجه الثانيه لكن في الدوري النيوزيلندي الدرجه الثانيه حققها 12 مره. طبعا تشامبيون بتاعت اللي هو اوكيانوسيا هي دي حققها 10 مرات. واعتقد ان دي يعني النادي الاهلي برغم طبعا من شايف ان اوكلاند ممكن يكون اتغير تماما عن المواجهه الاولى من النادي الاهلي، لكن اعتقد برضو النادي الاهلي تاريخيا اقوى منه، تاريخيا وحتى فنيا اقوى من نادي اوكلاند بكتير. وكمان النادي الاهلي برضو اعتقد ان تاريخيا مواجهته الاولى برضو النادي الاهلي. عارف انا يمكن يعني لسه ببتدي اذاكر الفريق واحاول اتعرف على ملامحه ومناطق الخطوره فيه، مصادر القوه، نقاط الضعف، لكن دايما كده في انطباع ان نيوزيلندا لياقه بدنيه، يعني بالزبط. يعني عرفت تحس انه التحدي هيكون سنة السنه نيوزيلندا نيوزيلندا عامله شغل، فتحس دايما حتى يعني الفلاش باك او الانطباع اللي احنا خدناه من مواجهتهم قبل كده انه ان الفرق بتاعتهم دايما عندها فكره السرعات والقوه البدنيه بتلعب 90 دقيقه واقف على رجلها، لكن الناحيه المهاريه الناحيه التكتيكيه ما بتبقاش عندهم يعني احسن حاجه. يعني احنا لو هنتكلم اتفضل كمل بدل كده. لا لو هنتكلم يعني عن ابرز نجوم الفريق هم مختلفين. بالظبط عندهم اللاعب ايميليانو تادي، ده فيرويد ارجنتيني عنده 34 سنه، ده هداف الفريق الموسم الماضي، احرز 19 هدف وصنع 4 اهداف، السيزون ده احرز 5 اهداف. عندهم كمان تاكايا لواتا دوت لاعب ياباني عنده 39 سنه، ده الباك الشمال بالظبط عنده 39 سنه، يمكن معدل الاعمار سواء بالظبط تاكايا او ايميليانو تادي الاثنين عندهم، واحد عنده 39 سنه واحد عنده 34 سنه. عندهم كمان ريان طيب، ده لاعب جزائري مواليد 2004 عنده 18 سنه. وعندهم جيرارد جاريا او جاريجا اللي هو اسباني الجنسيه عنده 29 سنه، ده من اسبانيا. وعندهم كمان احنا اتكلمنا عن تادي ده هداف الفريق. عندهم بقى لاعب نيوزيلندي بيلعب في نص الملعب اسمه كاميرون هايسون، ده لعيب مميز جدا، احرز السيزون اللي فات احرز 7 اهداف والسنه دي احرز 5 اهداف زيه زي تادي بالظبط، ده احرز 5 اهداف السيزون ده وتادي احرز 5 اهداف، دول يعتبروا مفاتيح لعب او نقاط القوه في فريق اوكلاند، تادي وكاميرون تايسون الاثنين دول. طريقه اللعب وفلسفه ريرا المدير الفني، يعني هو بتاكيد فريق بطل،
وواضح انه مهيمن ومسيطر على اوقيانوسيا، يعني دايما هو الممثل الحاضر في بطوله كاس العالم للانديه. هل تعتقد انه بدايه تعرفني على شغل ريالا معاهم بيلعب بطريقه ايه كورتو، وهل تتوقع انه الطريقه والاسلوب والتكتيك اللي بيلعب بيه في اوقيانوسيا وبيلعب فيه في الدوري النيوزيلندي هو اللي ممكن يطبقه في كاس العالم امام الكبار سواء الاهلي او غيره من الانديه ولا لا؟ هو بيلعب بطريقه 4 3 3 طريقه هجوميه، لكن اعتقد ان طريقته في كاس العالم هتختلف تماما لان المنافسين مختلفه. طبعا اعتقد 4 3 3 دي بشره خير لينا ولا بشره خير طبعا ولا ايه؟ هي بشره خير. اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وقلنا في الحصانه راحت الحمد لله. فهو يعني بيعتمد على 4 3 3 طبعا، لكن النادي الاهلي اعتقد ان مواجهته امام النادي الاهلي هتختلف في طريقه اللعب. واعتقد ان هو هيعمل برغم ان هم اقوى او اكثر نادي مشاركه في كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي برضه ليه اسم كبير، ثاني نادي 8 مرات طبعا مشاركه في كاس العالم للانديه، ليه اسم كبير وليه طبعا النادي الاهلي محقق البرونزيه. دي المباراه اللي كنت بكلمكم عليها، دي مباراته في كاتالونيا في برشلونه في مواجهه جون بوك موتورز. لو خدت بالك احنا بص بيلعبوا الكره هجوميه، في كام واحد جوه منطقه الجزاء، هم بيهاجموا في اغلب المباريات، فطريقه لعبهم هجوميه طبعا. لكن الدوري النيوزيلندي برضو مع احترامنا ليه دوري اكيد مش قوي زي الدوري المصري او حتى الدوريات الاوروبيه، فانا شايف ان النادي الاهلي افضل فنيا وافضل حتى تاريخيا كمان من نادي اوكلاند سيتي، ويبقى المواجهه بالرغم طبعا مش هقدر مواجهه سهله، مفيش مواجهه سهله طبعا في كاس العالم، لكن النادي الاهلي يقدر يعدي اوكلاند سيتي. وانا متفائل على فكره جدا النادي الاهلي ممكن، يعني برغم ان انا حب ريال مدريد، لكن متفائل النادي الاهلي يعني ان شاء الله هيعدي اوكلاند سيتي ان هو يعمل مفاجاه كبيره وهيقدر. خلينا نتفق برضو انها يعني بطوله مع يعني بطوله مع المجهول. ليه؟ لانه وانت رايح تلعب مثلا في البرونزيه، انا بتكلم على البطولات القريبه يعني اللي هي كانت مع مستر بيتسو موسيماني، وانت رايح تلعب مع الدحيل او رايح تلعب مع الهلال او رايح تلعب مع حتى بالميراس في تاني مره، انت كنت ملاعب بالميراس وعارف عندك خلفيه عنه الهلال السعودي مونتري حتى المكسيكي برضو ظاهر قبل كده وتقدر تعرف، لكن بالنسبه لك الكره في نيوزيلندا او حتى بعده ان شاء الله باذن الله لو ربنا كرمنا قدرنا نتجاوز ونلعب مع سياتل ساوندرز، انت بتلعب مع فرق تقريبا مجهوله من دوريات مجهوله احنا لا نعرفها ولا متابعينها ولا 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 شايفينها، فهي يمكن القصه بس يعني لازم تتحط في الحسبان زي ما بيقولوا بالظبط. يعني يمكن احنا بندخل المباراه بقى اسبقيه بقى تاريخيه، هي مش كبيره قوي، ولكن احنا جماعتنا مواجهه مع اوكلاند سيتي سنه 2006 وقدرنا نفوز عليهم بهدفين نظيفين طبعا احرزهم محمد ابو تريكا وامادو فلافيو، فيعني احنا اسبقيه معنويه زائد الفروقات الفنيه، احنا نعتبر في نص السيزون احنا داخلين بعوامل تفوق بدني كبير جدا. بالظبط كيرف الاداء كمان بيعلى بالظبط، وزائد ان الكواليتي اللعيبه والمدرب وكل حاجه ان شاء الله في مصلحه النادي الاهلي وفي صف النادي الاهلي، فان شاء الله عندنا وكمان دافع زي ما حضرتك قلت كده ان انت عايز توصل، ودي على فكره من خلال بقى لعيبه النادي الاهلي وجهاز كله حاطط دافع مواجهه ريال مدريد، دافع كبير جدا. احنا داخلين نلعب على ميداليه، داخلين نلعب على زي ما حضرتك قلت ان ليه لا نروح المباراه النهائيه، ولكن لما يكون في الطريق كده حاجه انت عايز توصل لها، حاجه اضافيه، حافز اضافي، مواجهه ريال مدريد حلم لاي لاعب في العالم، خلينا نتفق. مواجهه ريال مدريد في مباراه رسميه وبطوله رسميه العالم بقى بالظبط كده، احنا قابلنا ريال مدريد قبل كده وكسبنا ريال مدريد بفرقه الجالاكتيكوس، يعني فرقه في وجود بقى راؤول وزيدان وفيجو وروبرتو كارلوس، وده اعظم جيل بالظبط، كانت ملحمه في استاد القاهره سانديل سانديل اوليسيه يوميها جون ومشي بالظبط فكمان يكسب جون في ريال مدريد. من باب التفاؤل بقى ان احنا كمان ان شاء الله بعد ما يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتجاوز اوكلاند ونلعب سياتل او سياتل ساوندرز الفريق دوت من شهر 10 ما لعبش مباراه رسميه، يعني يمكن هو انهى مباراته، انت عارف حضرتك نظام الدوري الامريكي هناك غريب شويه، وهو ما تاهلش لمرحله البلاي اوف كمان، فلسه بادئ في الفترات التحضيريه بتاعته، فان شاء الله باذن الله احنا فرصنا بالعامل البدني والفني ان شاء الله هتدينا الاسبقيه في الفوز ان شاء الله في مباراه اوكلاند خطوه خطوه، زي ما قال امبارح مارسيل كولر ان انا بقول للعيبتي ان المباراه الجايه
هي اهم مباراه ايا كان المنافس. انا ما ببصش المنافس. انا احترمت جدا التصريح. اه تصريح محترم جدا جدا مدرب محترف يدل على وعي المدير الفني. اه قال انا بقول للاعيبتي ان المباراه الجايه هي اهم مباراه بصرف النظر عن اسم المنافس وعن البطوله اللي انا بلعب فيها. بالظبط. فاحنا ان شاء الله خطوه خطوه ان شاء الله نوصل ونلعب ريال مدريد والنادي الاهلي اسم كبير ونادي كبير ونادي تاريخي. كسبنا ريال مدريد في مباراه وديه ليه لا نكتب التاريخ زي ما المغرب كتبت التاريخ ونفوز على ريال مدريد ان شاء الله في كاس العالم للانديه. دايما البطولات الكبيره بيبقى ليها هيبه تقدر تقول كده ممكن تصنع حاجز نفسي بحسها دايما مثلا مع منتخب مصر في المناسبتين اليتيمتين اللي احنا رحنا فيهم كاس العالم تحس ان انت خايف من البطوله انت ما عندكش طموح انك انت تروح لبعيد. القصه دي مع الجيل الحالي لفريق نادي الاهلي مختلفه شويه وبالتالي واحده من العوامل اللي تقدر تبني عليها. الجيل ده مش بس لاعب بطولتين او يعني مش شارك في بطولتين ده بطولتين قدم عروض ونتائج في ظروف صعبه جدا وحقق انجازات وبالتالي عنده خبره المشاركه رايح البطوله لا خايف من اوكلاند ولا خايف وممكن يكون كمان مش خايف من ريال قوي يعني فاهم يعني احنا انا بتهيالي اول بطوله بالنسبه لهم اللي راحوا فيها لعبوا بالميراس وكسبوا بالميراس كانوا خايفين جدا في البطوله دي وكانوا شايلين هم البطوله دي. المره دي رايحين في بدل مشاعر الضغط او الخوف او التوتر لا في مشاعر رغبه وطموح وبالتالي على الفريق انه وعلى مستر كولر انه يستغل الحته دي كمان ويراهن عليها بشكل كبير جدا. اعتقد ان طبعا صداره النادي الاهلي للدوري هتخليه يروح كاس العالم للانديه باريحيه كبيره جدا فهتخلي اللعيبه تركيزها كلها متصب طبعا ناحيه كاس العالم للانديه. شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده او اغلبهم لعبوا كاس العالم للانديه او حققوا برونزيه مع النادي الاهلي مرتين تقريبا مظبوط كل اللعيبه ديت اعتقد يعني جماهير النادي الاهلي حطاهم او دايما طالبه منهم المكسب ايا كان مع احترامنا طبعا نادي ريال مدريد نادي كبير هنتكلم على برونزيه من سنه فاتت بالظبط يعني برونزيه من 12 شهر لا والنادي الاهلي 12 شهر بالظبط والنادي الاهلي جماهيره دايما بتطالبه بالمكسب كاس عالم الانديه كبطوله افريقيا بطوله الدوري دايما النادي الاهلي ما بيشبعش من المكسب ما بيشبعش طبعا من البطولات فاعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عندهم امكانيات كبيره وعندهم شخصيه ان هم يقدروا يروحوا لابعد مدى في كاس عالم الانديه. مواجهه ريال مدريد ممكن اللعيبه تعمل لها الف حساب وتبقى منتظرها طبعا لكن اعتقد ان هي هتبقى مواجهه بتخلق في مواجهات كده زي ماتشات المباراه كاس العالم شفنا خلقت نجوم يعني احنا لولا مواجهات مثلا اسبانيا مع المنتخب المغربي والبرتغال ما كناش هنشوف اناحي ولا كنا هنشوف مرابط وشفنا اللعيبه دي. فاعتقد ان مواجهه يعني ان شاء الله انا متفائل ان النادي الاهلي هيقابل ريال مدريد هتخلق برضه نجوم ثانيه وتخلق لعيبه احنا نقعد نتكلم عنها لفترات كبيره وممكن او بنسبه كبيره انا متفائل قلت لك احمد ان النادي الاهلي ممكن يحقق مفاجاه ويحقق المكسب على نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد على فكره برغم ان هو طبعا يعني ما فيش كلام عن نادي ريال مدريد كبير لكن عنده ثغرات ولا وبيترنح يعني الموسم ده الريال مش في افضل مش افضل حالاته عشان الخامسه عشر بتطبخ على نار هاديه يعني احنا عملنا اثنين بقابلني ما هو احنا اول ما عملنا اثنين ريمونتادا في الليجا رغم سوء المستوى قال لك ده كده خلاص السيناريو بتاع ال 15 يعني الفرقه اللي شفناها قدام البارسا دي قادره تاخد تشامبيونز ليج قادر تاخد ليجا اساسا قبل الشامبيونز لا هي ممكن بص ريال مدريد مش تاريخ يعني تاريخيا في دوري ابطال اوروبا هو كأب غريب انشيلوتي بيعرف يتعامل معاهم هو ما تفهمش هو حاله انشيلوتي غريب في دوري ابطال اوروبا لكن في كاس العالم للانديه ما اقدرش اقول ان هو حاله في الحته دي واعتقد ان كمان مواجهته مع النادي الاهلي بالنسبه له يعتبر مجهول يعني بالنسبه لنادي ريال مدريد اعتقد ان هو هيبقى اتفاجئ يعني هو مش هيبقى فيه لعيبه معينه بيعمل مراقبه لعيبه يعني بيراقبش لعيبه معينه في الملعب فاعتقد النادي الاهلي هيفاجئه النادي الاهلي نادي قوي النادي الاهلي عنده لعيبه عندها امكانيات كبيره فانا بشوف ان نادي ريال مدريد كمان يعني طريقه لعب ريال مدريد عكس اي نادي في اوروبا لو قابل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه يبقى مزعج عكس بايرن ميونخ لما احنا قابلناهم يعني هم اصلا بيعتمدوا على الاستحواذ وكانوا مزعجين جدا. بص بايرن ميونخ دايما في حته ثانيه بالظبط يعني ده بايرن ميونخ انا كاهلاوي بقول يعني ببتدي المباراه مع بايرن بقول ايه يا رب ممكن لكن بالزبط. في النهايه الطبيعي جدا والمنطقي جدا انه يكسب. للفوارق كتيره صح. جدا ممكن البايرن في كمان نقطه في صالحنا ان شاء الله يعني في حاله تجاوز ان شاء الله المباراتين الاولانيين والوصول لملاقات ريال مدريد ان دايما بطل اوروبا استاذ احمد دايما بيبقى رايح بطوله كاس العالم للانديه عنده شعور داخلي ان هو رايح يتوج رايح يلعب المباراه النهائيه يعني ممكن يواجه صعوبه شويه مع بطل امريكا الجنوبيه ولكن في النهايه هو بيرجع بالبطوله. فلو احنا ان شاء الله باذن الله وصلنا ان احنا نقابل ريال مدريد ولعبنا على الحته النفسيه دي خصوصا ان احنا كسرنا بقى الحاجز النفسي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه من شويه. ليه؟ لان احنا لسه من قريب قوي واجهنا بايرن ميونخ بطل اوروبا وعملنا مباراه كبيره جدا احنا خسرنا بهدفين ولكن كنا على ارض الملعب لا الموضوع كان
ما فيش فروقات كبيره، ما كانش في نفس الخبره بالظبط، كان في نفس حاله الرهبه والتوتر. لا وكمان احنا محافظين على لعيبه لسه في تشكيلتنا موجوده من اللعيبه دي نقدر نستفاد منها. بالظبط نقدر نستفاد منها، اللعيبه اللي عندها خبره كبيرة. البطوله دي تنقل بقى الخبرات للعيبه شباب زي محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر اللي هم ما شاركوش امام الانديه الكبيره. لا نقدر ان شاء الله نعمل حاجه باذن الله. والشحات يمكن هو بياكل يعني، الشحات لعب كمان نسخه زياده لانه لعب من الجيل العالي، على عين لعب مباراه كبيره جدا امام ريال مدريد. بالظبط عنده خبرات. فكره لا احنا مؤهلين ان شاء الله، مؤهلين كمان. البطوله بتلعب في المغرب دوله عربيه. النادي الاهلي هينظم رحلات طبعا للجمهور علشان يدعم الفريق، زائد طبعا المسانده المتوقعه من الاشقاء المغاربه بقى يردوا لنا الجميل. احنا شجعنا المغرب، احنا شجعنا المغرب وساندنا المغرب، فهم بقى ايه جه عليهم وقت ان هم يردوا لنا الجميل ويساندوا النادي الاهلي بقى ان شاء الله. صحيح. فكره التدوير وفكره انه مستر كولر ابتدى الموسم بتشكيلة وبيخلص النص الأول من الموسم المحلي بتشكيلة تانية، تروح لكأس العالم بأي واحدة فيهم، ولا تعمل ميكس، ولا ازاي تحافظ على الانسجام، ولا ازاي تدخل الصفقات الجديدة؟ يعني فكرة الشكل والأسماء اللي ممكن تكون هتظهر في كأس العالم. أحمد ابتدي بأحمد، معلش. أعتقد سياسة التدوير ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، لكن بالنسبة لكأس العالم مفيش مجال للتدوير. يعني في بطوله الدوري تقدر تعمل التدوير طبعا جدا، وتبدا تشوف لعيبه انت عايز تشوفها في كاس العالم او تطمن على التشكيل او الشكل الامثل للفريق في كاس العالم. اخر خمس ست ماتشات بس، سيبك من طول الموسم، انا مش هرجع لك لاول الموسم لانه الفرقه اللي لعبت قدام الزمالك والفرقه اللي لعبت امبارح ما لهاش علاقه خالص بالفرقه اللي بدات اول الموسم، باستثناء يمكن الشناوي وديانج. لكن في النهايه انت عندك اسماء كتير جدا جاهزه، سواء اللي بدأوا الموسم يعني سافيو راجع، بيرسي تاو راجع، طاهر محمد طاهر راجع، الشحات وعبد القادر في افضل مستوياتهم، كهربا وشريف بيتألقوا، حمدي والسولية وديانج ومروان، هاني معلول، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه متولي، منعم اخباره ايه؟ كويس. منعم شارك النهارده في التمرين وان شاء الله بنسبه كبيره، يعني ان شاء الله هو ان شاء الله هيبقى متواجد في القائمه ان شاء الله بنسبه كبيره، يعني لو ما لحقش لا قدر الله المباراه الاولى ان شاء الله يدخل في المباراه الثانيه، بس ان شاء الله يعني حالته اتحسنت جدا الحمد لله ان شاء الله باذن الله. فبالتالي هي الفكره انه كله جاهز، وفي يمكن اسماء كتير ما لعبتش مع بعض كتير، يعني ما تقدرش تقول انه خالد ومروان في ماتشين انسجام كامل. كريستو ما خدش لسه، رغم ان انا بشوف ورقه ان شاء الله مراهن عليها جدا الموسم ده، عنده حلول. برونو سافيو راجع من ابتعاد مؤقت لكنه ورقه مهمه جدا وهو جاي يلعب كاس عالم. فبالتالي الحيره اللطيفه دي، الحيره الجميله دي في فكره مين يبدا، اللعيبه اللي عندها خبره البطوله قبل كده غير اللعيبه اللي بتشارك لاول مره، فالميكس ده ممكن تحضر له ازاي في الاسبوع ده بلال؟ يعني الميكس دوت اسبوع زي بالظبط زي يعني النهارده هو بالظبط حوالي 6 او 7 ايام ان شاء الله. ولكن انا طبعا ادخل البطوله بالقوه الضربه، يعني انا بالقوه الضربه هو تعدد الحلول في الوقت الحالي حاجه مهمه جدا طبعا هتخدم النادي الاهلي جدا في مباريات كاس العالم. ولكن اذا كان مباريات الدوري فيها تعويض فلا، انا في كاس العالم للانديه المباراه او اللقاءات دايما كلها لقاءات خروج المغلوب، فانا ما عنديش فرصه اعوض لو لا قدر الله خسرت اي مباراه. فانا هاخد مباراه اوكلاند او هدخل في مباراه اوكلاند بالقوه الضربه ان شاء الله، في حاله تجاوز اوكلاند هدخل المباراه اللي بعدها بالقوه الضربه لحد ما اوصل للمباراه، لان هو كاس العالم 3 أو 4 مباريات مش كتير عشان اقدر اعمل التدوير او الروتيشن اللي انا بيبقى متاح ليا في بطوله الدوري. الروتيشن استفاد منه هنا كولر في الدوري كويس جدا، احنا امبارح شفنا كهربا راجع من فتره غياب كبيره، شارك في جزء 60 دقيقه تقريبا 65 دقيقه في مباراه سموحه، كذلك زيهم في مباراه الزمالك. فبدنيا اللاعب انا لو حملت عليه اكتر من كده لا، كهربا شريف الراجل استغل عوده محمد شريف الموفقه في مباراه الزمالك، بنى على ده وادى لشريف امبارح وريح كهربا، دخل بيرسي تاو في الاجواء واداله شويه. فالراجل عايز يروح كاس العالم بقايمه كلها اللعيبه جاهزه، انا مش هروح بلاعب في شك في مشاركته خلاص. انا دلوقتي جهزت كل المفاتيح، حتى النهارده الحمد لله اكتملت القايمه بعوده محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم للتدريبات الجماعيه، فانا رايح ومعايا القوه الضربه. ايه اللي هيحكم فنيا على ارض الملعب؟ فكر مارسيل كولر وتحضيره للقاء، الجاهزيه البدنيه للاعبين دي اللي هيقدر من خلالها وهيبني عليها كولر في اختيار التشكيل وطريقه اللعب في مباريات كاس العالم للانديه. طيب هقفل صفحه كاس العالم معاكم، وطبعا صفحه مفتوحه على مدار الاسبوع اللي جاي كله يوم بيوم ولحظه بلحظه، هنتابع ان شاء الله
سواء الاستعداد هنا في القاهرة أو حتى مع سفر الفريق إن شاء الله يوم 29، مع كل التمنيات بالتوفيق لفرقتنا إن شاء الله في نسخة أو مشاركتها الثامنة في نسخة جديدة من كأس العالم. عايز أروح معاكم للدوري الإنجليزي، إحنا لسه يمكن أعتقد تشامبيونز ليج هيبتدي، تشامبيونز ليج أفريقيا وتشامبيونز ليج أوروبا هيبتدي في شهر 2 إن شاء الله، بس خليني أبتدي معاكم بالدوري الإنجليزي. والسؤال هنا أبتدي مع أحمد، دوري إنجليزي، هل يكون محمد النني هو تاني نجم مصري يتوج بالبريمير ليج، وإزاي شايف الصراع والمنافسة بين السيتي وبين الأرسنال في النسخة الحالية من البريمير ليج؟ طبعا الصراع كبير جدا، وصراع الارسنال مدي الدوري متعه وحلاوه مختلفه جدا. واخر ماتش كسب اليونايتد صح؟ كسب اليونايتد اخر في الدقيقه 90 3-2، وبركه ممتعه جدا. فكرتني باليونايتد والارسنال بتوع زمان على فكره. صح طبعا، صح طبعا. مانشستر يونايتد لو كان كسب الارسنال انا كنت ممكن اراهن ان مانشستر يونايتد هو اللي ياخد الدوري، لان مانشستر يونايتد بالرغم ان هو مستواه يعني دايما مش مستواه ثابت، لكن الفريق الوحيد في الدوري الانجليزي عنده شخصيه البطل. ايوه، فيقدر يسرق زي ما بيقولوا كده الدوري الانجليزي. من السيتي ما عندوش شخصيه البطل؟ عنده شخصيه البطل بس مش زي مانشستر يونايتد. ليه؟ لان بشوف ان طبعا يعني التاريخ بأمارة ايه؟ بأمارة التاريخ، التاريخ والجغرافيا دول بره الملعب. خلاص لكن جوه الملعب مغير. هالاند مغير كل حاجه. لا لا، انت 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 عندك شك انه فرقه السيتي بتلعب على كل البطولات اللي بتلعب؟ طبعا بتدخل فيها بتلعب، بس في كده انديه انت مهما تحس ان هي برضو يعني زي ليفنتوس في الدوري الايطالي، زي ريال مدريد برضو. ليفنتوس باي باي خلاص، باي باي 15 نقطه وقصه كبيره يعني. في انديه كده لما تحس ان هي بيقولوا كده بتفوق او بتبدا مستواها بترجع لمستواها تخاف منها. فمانشستر من ضمنها يعني. على فكره مانشستر لو كان كسب ارسنال كان يبقى فرق تقريبا 5 بوينت، وقبل ارسنال كمان نيوكاسل التعادل القاتل هيفرقوا طبعا. فانا بتكلم ان مانشستر فرقه برضو. ده ترتيب الدوري الانجليزي معاك يا بلال. ترتيب الدوري الانجليزي طبعا ارسنال وشخصيه الفريق بقى السيزون دوت اللي يعني بتبهر الجميع. ارسنال كان معودنا ان هو ممكن ينافس ولكن ما بيكملش. ارسنال حتى الان مكمل محافظ على الصداره، بيوسع الفارق مع السيتي ل 8 نقاط وهتجمعهم بالظبط. ما هتجمعهم، خلي بالك انا لحد دلوقتي حتى برغم كل اللي بيعمله الارسنال انا مراهن ان السيتي اللي هياخد الدوري. يعني انا شكرا على فكره انا اتمنى ارسنال، يعني انا ليا اصحابي بيشجعوا ارسنال ومحمد النني طبعا نتمنى ان هو يتوج مع لو الارسنال كسب السيتي. لا لو الارسنال كسب الدوري بس معاها السيتي خد شامبيونز ليج انا هبقى فرحان جدا للنني. لا انا هبقى يعني عشان عايز ريال مدريد اللي يتوج بالشامبيونز. لا معلش خلي الجدول معانا نكمل، بس على الاقل اول 5 أو 6 مراكز في الترتيب. تمام، الارسنال في الصداره، بيجي بعديه مانشستر سيتي ونيوكاسل بقى اللي السنه دي عامل سيزون كويس مفاجأة جدا. مفاجاه الموسم صح. يعني يمكن نيوكاسل السنه اللي فاتت لما اشترى الملاك السعوديين كان على قاب قوسين او ادنى من الهبوط، قدر نيوكاسل السنه دي ان هو يروح لمنطقه قريبه جدا في ماني توكس. بالظبط طبعا. الفلوس على فكره ما فهمش نجم، هو ده بس نجم. على فكره مهمه جدا، حلوه قوي. ما فهمش نجم مفاجاه مهمه جدا. النجم هيجي لهم السنه الجايه، هنتكلم على الفلوس بعدين. مين متوقع؟ كريستيانو. كريستيانو ده بند في العقد. بس هو ما نافوا، بس يعني مش بعيد ان رونالدو طبعا عنده اصرار ان هو يرجع اوروبا طبعا. نيوكاسل بيجي بعديهم مان يونايتد اللي قلنا زي ما قلنا فرط في مباراتين مهمين جدا، نيوكاسل ومباراه ويست سوري مباراه كريستال بالاس ومباراه الارسنال. مانشستر يونايتد لو كان فاز بالمباراتين دول كان بقى في المركز او على الاقل اتعادل. يعني هو المشكله ان هو يعني اتعادل امام كريستال بالاس في الوقت القاتل وخسر المباراه امام ارسنال في الوقت القاتل برضو. بيجي بعديهم توتنهام محير جدا مع كونتي، يعني كونتي مدرب كبير كان متوقع ان هو يكون في مكان افضل من كده في المركز الخامس. هو توتنهام بيلعب في الحته دي دايما يعني بالظبط يعني مهما جمع سكواد مهما مدير هو حافظ على يعني حافظ على نجوم الفريق في بدايه الموسم. طبعا رفض رحيل هاري كين اللي كان مرشح ان هو يروح مانشستر سيتي والسيتي جاب. انا عايز بس عشان نشيل الجدول، تشيلسي وليفربول فين؟ تشيلسي في المركز مهمه جدا بالظبط. تشيلسي في المركز العاشر رغم انه اعلى الانديه انفاقا في تاريخ الدوري الانجليزي في سيزون واحد. صحيح، يعني هنيجي للارقام دلوقتي بالظبط. يعني بص تشيلسي مع جرام بوتر المركز العاشر. مع جرام بوتر، يعني جرام بوتر كان عامل موسم كويس جدا السيزون اللي فات والسنه دي مع برايتون. الغريب ان جرام بوتر لما انتقل لتشيلسي تشيلسي تراجع، وبرايتون مع المدير الفني الجديد فضل في مركزه سادس. بالعكس كمان ده بيروح لمراكز متقدمه. ليفربول طبعا بيشهد حاله تراجع كبيره جدا. بس انا قلت لك انه انا راهن على تشيلسي
بعد صفقتين بتوع جوا فيليكس ومودريك هياخدوا الفريق. مودريك عمل مباراه كبيره امام مانشستر يونايتد. تمام. فاللعيب ده لو يعني انت اللي راهنت عليه بصراحه. انا وما زلت مراهن عليه انه يكون واحد من اهم نجوم اوروبا في السنين الجايه. موهبه طبعا متوقع ان هي تكون من ابرز اللعيبه اللي هزر تجديد مع تشيلسي يعني. ولكن انا العين يا ابو حميد صح العين. بجد انت لسه بتقول كلمه مهمه جدا في نيوكاسل. وانا بيعجبني في ده مثلا اياكس وبروسيا دورتموند بالظبط وبنفيكا. يعني اياكس في هولندا سياسه النادي في المانيا وبنفيكا في البرتغال. الثلاثه دول مناجم لاهم المواهب اللي بتلعب في اكبر انديه اوروبا. بيجيبوا يظبطوا يستفيد بيه فنيا وكمان في فرنسا. الارسنال برضه في الحته دي والارسنال شويه في الحته دي يعني وموناكو في فرنسا. موناكو جاله وقت باع 7 أو 8 لاعبين لانديه اوروبا كلها بس مش زي اياكس. طيب بعد ما شفت جدول الترتيب مع حضراتكم وتابعناه مع احمد وبلال تعالوا بقى نشوف جدول النفقات. يعني انا عايز اوريكم. انا قلت لكم طبعا في بدايه الفقره ماني توكس لكن مش كل الاحوال. والدليل انه تشيلسي اللي في المركز العاشر في الدوري الانجليزي هو اكثر الانديه الانجليزيه انفاق 460 مليون يعني تقريبا 60 مليون يورو ارقام باليورو. لا بس الرقم ده هو اكبر رقم انتقالات في تاريخ الدوري الانجليزي كله. تتكلم على انتقالات في موسم واحد. برغم كده تشيلسي في المركز العاشر. في حاجه برضو مهمه احمد في جدول الترتيب ان بص صافي الخساره استاذ احمد 403 بالظبط. يعني بص يعني هم انفقوا 460 مليون على الشراء باعوا فقط بس ب 56 فصافي الخساره 403 وده رقم كبير جدا ورقم كارثي. سمعت كده في واحد من التقارير انه ملاك النادي بيفكروا ان هم يعيدوا بناء الفريق بالكامل ويستغنوا عن اغلب الاسماء اللعبة. حتى الاسماء اللي جت لسه ده ما عندهمش تفاهم في الموضوع ده. بيغيروا اللعيبه رغم ان هم طلعوا اعلنوا ان هم على فكره مراهنين على جرام بوتر واستمراره السيزون ده والسيزون الجاي كمان. اعتقد هم اعلنوا كده. هكمل مانشستر يونايتد 240 مليون يورو بس الخساره. صافي الخساره 227 227 يورو. باع ب 13 باع ب 13 مليون يورو. واستهام طبعا ودي برده يعني نادرا لما يستهام بيصرف كتير كده 194 مليون يورو. استهام ترتيبه في جدول الدوري اللي احنا شايفينه رقم 16 والخساره 172 مليون يورو. نوتنجهام فورست ده يعني اعتقد في مشاكل كبيره جدا ان هم مشوا حتى الكشافه هناك في النادي وبسبب ان هم انفقوا كتير جدا 181 مليون يورو في المركز الرابع في الدوري الانجليزي. برغم كده هنشوف نوتنجهام فورست تقريبا برده ما حققش الطموح اللي هم كانوا معتقدين ان هو هيحققه. صافي الخساره 174 مليون يورو. ارسنال 181 مليون يورو لكن ارسنال صافي الخساره 157 يورو. عشان وقت يا احمد هكتفي بس بملاحظه سريعه واخيره. هي فكره انه السيتي و برايتون ارباح وليست دول الثلاث الانديه الوحيده اللي مع انفاقهم حققوا ارباح في فعلا. ده مانشستر سيتي اول موسم يعمل كده فعلا. اول مره ان هو جاب هالاند وحقق ارباح. يعني هو بيصرف بس في النهايه النادي بيكسب على المستوى الفني وعلى المستوى الاقتصادي. هو باع لعيبه مهمه. باع رحيم ستيرلينج وباع جابريل فيسوس وزينشينكو. عمل ارقام. استغربت قوي بزينشينكو بصراحه يعني ازاي خسرت يعني خسوس هالاند ينسيك ماشي. يعني خسوس بس هو حتى السنه دي جوارديولا في مركز الظهير الايسر محير جدا. يعني هو كان اعتماده دايما على كانسيلو وجوا كانسيلو طول الوقت. من وقت ما رجع كانسيلو من كاس العالم وهو بيشرك اكي الظهير الهولندي. حتى لما غاب اكي المباراه الماضيه اشرك لابورت في مركز الظهير الايسر وما بيعتمدش خالص على جوا كانسيلو. دي غريبه في رايي. زينشينكو الحقيقه زينشينكو مفتاح لعب واحد من اللي فرقوا جدا مع الارسنال السيزون ده. طبعا هو تركيبه الارسنال السنه دي الحقيقه ارتيتا خلي بالك تحسب لارتيتا. ده كفايه نيكيتيا ده لعيب شاب. عايز اقول لك ان نيكيتيا ده ممكن لو موجود في نادي تاني ما يظهرش بالشكل ده. يعني الفينيشنج اللي ظهر بيه نيكيتيا في كوره الهدف الثالث في مباراه مانشستر يونايتد ما يعملهوش لعيب كبير رغم انه لاعب شاب ومن مدرسه ارسنال بس لايق قوي على كوره الارسنال. هو سبحان الله انت تحس ان الارسنال بيختار لعيبه
يعني ساكا بوكايو ساكا لايق قوي على الارسنال في مدرسه ليه ايدنتيتي ليه شخصيه من ايام هنري تحس انه من ايام هنري يعني طبعاً. انت شفت الانفجار اوديجارد في ارسنال مش ممكن بالظبط مارتينيلي جاي مارتينيلي من دوري درجه رابعه في البرازيل يظهر بالشكل ده دي قصه فكره انك انت بتختار الكواليتي بتاع اللعيب بصرف النظر عن اسمه وبصرف النظر عن قيمه الصفقه وبتقدر تدمجه في شخصيه الفريق واللي يخدم اللي يخدم طريقه يعني لعبك يعني قبل السيزون ده لما تيجي تقول لاي حد في الشارع بيحب الكره في اوروبا وبيتفرج على الدوري الانجليزي وكده الارسنال هجيب مارتينيلي طب الارسنال هجيب اوديجارد هيقول لك مين دول مين يعني مين اللعيبه اللي جايه دي بالظبط فكونه يجيبهم وينجح بيهم وبغيرهم ان هو يوصل لصداره الترتيب ويقدم الكره دي السنه دي فكرنا بالارسنال استاذ احمد الارسنال الاستحواذ حتى بتاع تيري هنري وباتريك فييرا وروبرت بيراس وماركو بيرمارس ودينيس بيركام لا بتتكلم على حتى الاضافات حتى الاضافات اللي اضافها ارتيتا في يناير تروزارد لاعب برايتون دخل المباراه اللي فاتت لا لايق قوي انا بقول لسه بقول لحضرتك هم بيختاروا لعيبه لايقه قوي على طريقه لعب الارسنال وشخصيه صح. الارسنال تروزارد نزل عمل جون الفوز وتحس ان هو بيلعب مع الارسنال مثلا بقاله سيزون او سنتين على الاقل يعني فلا هو الارسنال ناجح جدا وارتيتا بيعمل مشروع العمر لارسنال منذ رحيل ارسن فينجر يعني ارتيتا بجد اداره النادي بتراهن عليه وجددت الثقه فيه في وقت صعب جدا هو خسر المركز المؤهل لدوري الابطال امام توتنهام في السيزون اللي فات ورغم كده الاداره جددت له ورهنت عليه وهو بيثبت وبيرد ان هو يستحق الثقه والجمهور الارسنال صبر عليه برضه يعني يعني في انديه جماهيريه انا العقليه دي انا نفسي الحقيقه تبقى منتشر صحيح احنا ما بقاش عندنا انديه جماهيريه يا جماعه احنا عندنا دوري فيه 18 نادي بقى فيه سبع انديه بس جماهيريه لكن في النهايه فرق زي اليونايتد زي ما كان بيكلم احمد من شويه بيعاني بقاله سنين طويله جدا بيحاول يوصل للقب واحد لقب واحد بس وصارفين مليارات وجابوا اهم الاسماء سواء كمدربين مديرين فنيين او كنجوم جماهير زي البارسا اللي عانت لسنين طويله جدا لغايه لما تشابي اداهم اخيرا جرعه اكسجين وقال لهم في امل في اللي جاي جماهير زي الارسنال استحملت كتير جدا في فترات طويله فالثقافه دي اتمنى انها يعني تبقى منتشره عندنا لا يا موجوده عندنا يعني عايز اختم بليفربول في الدوري الانجليزي في كلام انه صلاح مش هيكمل وانه ده اخر موسم وفي كلام ان يورجن كلوب مش هيكمل ايه القصه وايه الحكايه وايه الروايه القصه اعتقد ان نادي ليفربول اعتقد ان احنا بقى لنا سنين بنتكلم صلاح هيجدد مش هيجدد هيجدد مش هيجدد اهو جدد يجي في اخر الموسم يقول لك ما عشان بعد ما جدد وبدايه طبعا السيئه جدا ليفربول فاعتقد ملاك النادي اصلا احنا كله في كلام ان نسبه كبيره ان هم عايزين يبيعوا النادي ويعرضوا النادي للبيع فدي السياسه كلها بتتغير فبقى كل دلوقتي هم عارضين حتى النادي وعارضين اغلب اللعيبه اللي عايز يجي فيها عروض اتفضل بالرغم حتى كده ان صلاح اللي كان قعد فتره كبيره جدا في مفاوضات وفي الاخر صلاح محمد صلاح جدد لكن دلوقتي بقى متاح لا عادي انت عايز محمد صلاح ما احنا في وجود محمد صلاح وفي وجود اغلب الفريق في المركز التاسع بيقدم مستوى اعتقد من أسوأ السنين او السنه ليفربول هي أسوأ سنه ليفربول تقريبا مع يورجن كلوب يورجن كلوب وطبعا هم صابرين على يورجن كلوب وده اعتقد احيانا انا بشوف ان ممكن تبقى انت مدرب كبير وعملت مشروع بقاله فتره كبيره لكن دايما الصبر على المدرب بشوف ان هو طبعا بتبقى مش حاجه كويسه وده برده مشكله اتلتيكو مدريد مع سيميوني بشوف ان انت برده خلاص لازم تجدد في مرحله توصل خلاص هو في سوء توفيق فسوء التوفيق ده بيبقى خلاص انت وصلت مرحله لازم تجدد مش ممكن تبقى انت مش معنى كده انت مدرب سيء انت في سوء توفيق خلاص وشايف ان الخلطه او التركيبه بقتش خلاص ماشيه مع يورجن كلوب فممكن اللي يجي جديد وممكن يبقى جزء برده مرتبط بتقدم عدد كبير جدا من نجوم الفريق في السن فبالتالي امري محتاج تجدد امري كان ماسك في الارسنال مشي راح اخد مع فيا ريال على فكره في الكاس الاتحاد الاوروبي الراجل ده توماس توخيل جه من مسك بعد لامبرد كان فرقه يعني بتتاخد يمين وشمال خد بيهم تشامبيونز ليج بس بقينا بتكلم في ان دايما انت خلاص الكيمياء بتاعتك مش ماشيه معنا خلاص جابت اخرها مفيش صحيح. عندك جديد تقدمه هو كمان ده اخر هل ممكن ده يكون اخر موسم لصلاح هو السنه دي في حاجه طبعا انت حضرتك عارف تاريخيه السنه السابعه ليورجن كلوب معروفه خلاص دي كده بيبقى كلوب بيجيب اخره بقى زي ما بيقولوا كده خلاص السنه السابعه دي عملها مع دورتموند بالظبط والسنه دي بيكررها مع هي بتبقى حاجات تاريخيه ملهاش يعني ملهاش طبعا رابط قوي في البتاع ولكن هي النتائج اللي بتاكدها زي السنه الثانيه لانشيلوتي على طول مع ريال مدريد معروفه برده ان السنه الثانيه سيزون بيبقى سيء
متضايق جدا. فالسنه دي السنه السابعه ليورجن كلوب، سنه يعني مش طبعا احنا شايفين التراجع الكبير جدا في النتائج، فممكن تكون اخر سنه لكلوب لو حبوا يغيروا المدرب. وصلاح انا شايف ان محمد صلاح حقق كل حاجه مع ليفربول، كان الوقت المناسب لرحيل محمد صلاح هو السيزون الماضي، كان لازم يرحل يروح يا اما ريال مدريد او برشلونه او باريس سان جيرمان، لانه خد الدوري الانجليزي بعد غياب 30 سنه. ده انجاز مش هيفارق اذهان مشجع ليفربول، وحقق كمان الشامبيونز ليج وفاز ببطولات وخد هداف الدوري 3 مرات، يعني نافس على كل حاجه وحقق كل حاجه فرديا وجماعيا مع ليفربول، فكان لازم يمشي السيزون اللي فات. فانا شايف ان لو في فرصه ان هو يمشي، عايز يروح فين؟ انا عايزه عندنا في ريال مدريد. عندنا عايزه عندنا في ريال مدريد بصراحه. احمد ريال برده طبعا، صلاح في ريال. طب ايه الاحسن لصلاح بالظبط؟ انا اقول لك الاحسن لصلاح. الاحسن لصلاح برشلونه، لان يعني يروح هناك في طريقه اللعب وهناك في ريال مدريد، اعتقد ان يعني هيبقى صعب ان صلاح ممكن يكون متواجد في ريال مدريد بطريقه انشيلوتي، لكن هو طريقه لعب صلاح عايز مساحات. في لعيب مصري، هسمع ردكم انتوا الاثنين بس هبتدي بقى، في لعيب مصري شايفين موجود دلوقتي هنا في مصر، شايفين انه ممكن يعمل مشوار زي محمد صلاح؟ ممكن يعمل مشوار زي محمد صلاح؟ بشوف انه يعني ممكن كان محمد عبد المنعم. انا بشوف ان محمد عبد المنعم لعيب كبير، لعيب عنده شخصيه، كواليتي لعيب مختلف، شايف ان هو ممكن يقدر لو احترف بدري. اعتقد محمد عبد المنعم هيبقى ليه دور كبير جدا. بلال، هو احمد ما سمعناش، بس انا قايل لمحمد عبد المنعم ان انت ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هتلعب في ريال مدريد ان شاء الله. في ريال مدريد ان شاء الله. كل اللعيبه كل عايز يروح الريال. انا هجيبهم جنب صلاح وعبد المنعم جنب بعض. لا انا شايف ان محمد عبد المنعم ما شاء الله لا قوه الا بالله، يمتلك كل المؤهلات والمواصفات الفنيه اللي تؤهله. انا شايفه افضل من ناس موجوده حاليا في ريال مدريد، بس انا مش عايزه يبني على كده وعلى كلامنا، لا لازم يشتغل ويتعب زي ما صلاح تعب جدا. صلاح ما وصلش اللي هو فيه بسهوله، أكيد صلاح طبعاً. تعب جدا عشان يحقق اللي هو حققه، فان شاء الله عبد المنعم يقدر بالتعب والمجهود انه يوصل ان شاء الله لريال مدريد في يوم من الايام. بشكركم شكرا جزيلا. في 20 ثانيه هنختم بالحلو، جدول الدوري المصري، نشوف كده نظرة سريعة منكم على ترتيب فرق الدوري المصري بعد الجولة الـ 15. يمكن النادي الاهلي الحمد لله طبعا في صداره الدوري بعد الفوز الاخير على نادي الزمالك، ونادي البنك الاهلي وسع الفارق في الصداره ل 37 نقطه. في المركز الثاني فيوتشر اللي عايزين برضو ناخد بالنا منه السنه دي 31 نقطه، تعادل امبارح مع المصري. بيجي في المركز الثالث نادي بيراميدز 30، ومفاجاه الدوري الموسم ده ولازم نوجه تحيه لكابتن شوقي غريب بصراحه. المركز الخامس نادي الزمالك، في المركز ثم الاتحاد وغزل المحله والمصري واسوان. سؤالي سريعا جدا، هل تتوقعوا انه الدوري لما نوصل لاخر محطه فيه التركيبه دي، التوليفه دي، التشكيله دي تختلف اختلاف جذري، ولا هيكون اقرب للثبات والشكل؟ انا شايفها تختلف، هيبقى بيراميدز ممكن يبقى هو الثاني ونادي الزمالك الثالث. بلال، انا اتفق، الاهلي بيراميدز زمالك، يعني انا شايف هيكون في صراع، لو في صراع في الحته دي هيبقى فيوتشر والزمالك هيزحموا بعض على المركز الرابع الثالث والرابع. اشكركم شكرا جزيلا، نورتوا الدنيا. احمد مصطفى، بلال محسن، محلل الكره العالميه، استمتعنا بيكم في السادسه، وان شاء الله باذن الله يكون لنا يعني لقاءات ثانيه في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله. احنا كنا سعيدين ان احنا مع حضرتك. الدنيا هتبتدي تسخن، كاس عالم، تشامبيونز ليج افريقيا، تشامبيونز ليج اوروبا، واللي جاي دايما احلى زي ما اتعودتوا دايما في السادسه. واشكركم كمان على متابعه حلقه النهارده، على كل خير نتقابل في السادسه دايما على شاشه الاهلي.